وضعنا اتفاقية منع الإبادة الجماعية بدقة، فسوف نجد أنه ليس هناك توسع في طريقة القيام بالصراع. أنا كنت أتمنى بالطبع أن تكون كلمة وقف إطلاق النار موجودة في الحكم، ولكنني سعيدة بالقرارات التي صدرت. وعلى وجه التحديد أنا كان لدي قلق من قراءة القرار أنه لن يذكر التقرير، ولكن مسألة إصدار التقرير كانت مرضية للغاية بالنسبة لي، لأن تقديم تقرير هو الذي سوف يساعدنا على رصد أن إسرائيل قد نفذت فعلا الإجراءات المطلوبة منها، وهذا التقرير يجب أن يقدم خلال شهر من إصدار القرار. هذا أمر مهم للغاية. حقيقة أن المحكمة تقول أنها لا تصدر قرارها اليوم بشأن الادعاء بالإبادة الجماعية، ولكنها تتحدث الآن فقط عن مجموعة من الإجراءات المؤقتة التي تتخذها الآن. فهذا على الأقل أثبت أن الظروف تثبت أن هناك أعمال إبادة جماعية قد ارتكبت، وبناء عليها تم اتخاذ هذه الإجراءات المؤقتة. وهذا يعني أنه إذا وجدوا أنه بالفعل هناك إبادة جماعية، فتلك الدول التي شاركت في الإبادة الجماعية وشجعتها سوف تكون معاقبة كذلك وفقا للاتفاقية. أنا لم يكن لدي أي أمل بشأن إسرائيل، لكن إسرائيل لديها أصدقاء لديهم سلطة وأقوياء، أعتقد أنهم يمكنهم أن يقنعوها بأن تتوقف عما تفعله. وأعتقد أن الأمر متروك للعامة وللشعوب لكي تقرر. هذه أداة قانونية نحن قمنا باستخدامها بحيث نتوقف عن لعب دور المراقبين فقط لهذا الضرر الهائل. جنوب أفريقيا تصرفت وقررت أن تتصرف، والمحكمة أشارت إلى أن هذه الاتفاقية عادت مرة أخرى للعمل بطريقة عملية للغاية من خلال هذه الدعوة. وأود من كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تتابع هذه العملية وتضمن أننا سوف نخلق أساسا لمجتمع دولي يستطيع من خلاله تجنب الاعتماد إلى السلاح والضرر بالآخرين. وهناك كثير من الجهود التي يجب أن توجه باتجاه المفاوضات والحلول السلمية لإنهاء الصراعات. ماذا عن العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل؟ الاتفاقية تتحدث عن الدول الأعضاء في هذه الاتفاقية والموقعين عليها، وتتحدث عن الدول ولا تتحدث عن أفراد أو مجموعات. أنا أرى أن ما فعلته حماس تسبب في ضرر بالطبع، وأعتقد أنه يجب إطلاق سراح الرهائن. سيدتي الوزيرة، هل ترين أن قرار المحكمة سيساعد في حل هذا الهجوم الإسرائيلي على الفلسطينيين، وعلى المدى القصير يمكن أن يساعد في إيجاد حلا سياسيا للصراع بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي؟ نتمنى أن تكون هذه بداية كي نتحرك باتجاه نظام يمكن أن يحقق حل الدولتين ونناقشه. الشعب الفلسطيني قد عاد من الإعانة على مدار كثير من العقود، ولا أعتقد أن الأمر سوف ينتهي اليوم أو غدا، ولكن ما قمنا به هو إشارة مهمة للغاية أرسلتها المحكمة، وهذا اختبار الآن لحكومة وشعب إسرائيل إذا كانوا سوف يتصرفوا بطريقة تقول أننا كلنا يجب أن نحترم القانون الدولي أم لا. إذا تصرفت إسرائيل بطريقة تتفق مع القانون الإنساني الدولي، فسوف يكون لدينا عالم ممتلئ بالأمل للمستقبل، وإلا هذا يفتح مساحة للاعتداءات في صراعات كثيرة في مختلف أنحاء العالم، وسوف يكون سابقة سيئة للغاية. لذا ما يجب أن نفعله جميعا هو أن ندعو إسرائيل لكي تتصرف وفقا لهذا
هذا القرار من قبل المحكمة. لا أعتقد أن المسألة مرتبطة بجنوب أفريقيا وإسرائيل هنا. كل أسئلتكم عن إسرائيل، ولكن المسألة في الواقع هي الشعب الفلسطيني الذي يموت كل يوم، الشعب الفلسطيني الذي يعيش في العراء والذي حرم من الغذاء والماء والوقود ويعيش في البرد. سوف نقل مع الشعب الفلسطيني، نحن نقف معه، ورسالتنا للشعب الفلسطيني لا تيأسوا. جنوب أفريقيا تغلبت على القمع وعلى التطهير العرقي، ونحن سوف نكون ممتنون للغاية لهذا. دعونا نبدأ بأن نقول بأننا نتفق مع كل ما ذكرته وزيرة التعاون الدولي لجنوب أفريقيا أمامكم جميعا، ونحن نريد أن ننقل شعب الفلسطيني ورسالته إليكم جميعا. يوم هذا يوم تاريخي، نحن حصلنا على قوة دفع من خلال هذا القرار من المحكمة.